بيبدأ فيلمنا في مدينة سبارتا ومع حضارتها العظيمة، ودي من أعظم الممالك قبل الميلاد، وبيبقوا مع كل مولود جديد بيجي لهم بيكشفوا عليه، ولو لقوه ضعيف أو عنده أي إعاقة ومشكلة في جسمه بيقتلوه، والسليم طبعًا بيسيبوه عايش، ولما بيوصل الطفل عندهم لسن 7 سنين بياخدوه يعلموه كل فنون القتال والحرب والسرقة وكل حاجة زبالة تتخيلها، وبيدربوهم في أماكن بعيدة عن أهلهم وبيبقوا في عز التلج أو في الحر في الصحراء وعلى الجبال، وبيرجعوش لأهلهم غير لما يعدوا أصعب اختبار وهو إنهم وهم في وسط التلج يقابلوا ديب كبير جدا متوحش ويقتله، ولو قتله يبقى ده يستحق انه يعيش وسطهم ويتعين من جنود الاسبارتا. واللي قدامنا ده ليونايدس ابن الملك، وبيكون طفل قوي وشجاع جدا، واللي كان معاه وبيدربه ده ابوه، وبيوصل ليونايدس لمرحله الديب المتوحش بعد ما نجح في كل الاختبارات، وبيدور في راسه ان القوه لوحدها مش هتعمل حاجه، وانه لازم يشغل عقله ويعمل خطه عشان يقتله، وبعد ما بيطلع الديب بيدخل ما بين الصخرتين دول عشان الديب يروح وراه، ولما بيروح وراه بيتزنق بين الصخرتين بسبب حجمه، وبيقدر ليونايدس انه يقتله بالرمح بتاعه وينجح في كل الاختبارات، وبعدها بيرجع لاهله وشعبه واللي بيرقعوا له احتراما للانجاز اللي عمله، وبعد سنين كتير بيكبر ليونايدس وبيبقى ملك سبارتا، وبيتجوز ويخلف وابوه بيموت، وبيعلم ابنه القتال بنفس الطريقه اللي ابوه علمها له، وبعد فتره بيجي لهم مبعوث فارسي من بلاد فارس، وبيساله ليونايدس ايه اللي جابك كل المسافه دي؟ بيقول له انه جاي عشان يخضعه للملك زرجزيس ويسلموه الارض والميه، لان الملك عنده اقوى جيش في العالم، جيش لو شرب من البحر هيخلصه. بيبص له كده ليونايدس وبيضحك، لان طبعا هو واهل مدينته اتربوا على ان عمرهم ما يخضعوا لحد. بعدين بتتكلم الملكه جورجو مع الرسول الفارسي، بيتريق عليها الرسول الفارسي وبيقول لها لما الرجاله تتكلم الحريم تسكت، فبتقول له ان حريم سبارتا هي اللي بتجيب الرجاله. بعد كده بيقول له ليونايدس تعالى معايا، بس تعالى معايا بس، ابعد عنها دي هتروحك عريان يابا. بيقول له لا خلي بالك انا مرضتش اكلمها بس عشان انت واقف. اي والله. بعدين بيفضل يكلمه عن قوه وعظمه الملك بتاعه، وليونايدس ما بيهتمش بكلامه وبيفضلوا يمشوا مع بعض، وليونايدس بيقول له قلت لي بقى انك عاوزنا نخضع وندي للملك الارض والميه، انت ما تعرفش ان السبارتا ما بيخافوش من اي حد حتى لو كان ملك؟ بيقول له الرسول حوش كلامك اللي بيقع منك بدل ما يبقى اخر كلام ليه. ليونايدس بيديله ظهره وبيفضل يبص على الاطفال والنساء اللي موجوده في المدينه، وبيبقى محتار يخضع ويسلمهم الارض والميه ويشارك اغراب فيها ولا يدخل حرب مع اقوى جيش في العالم. بس بيبطل تفكير وبيرزع الرسول الفارسي في صدره وبيوقعه في البير، وباقي اهل سبارتا بيوقعوا باقي الحرس اللي كانوا معاه في البير، وده معناه ان اللي جاي مش خير عليهم وانه هيدخل حرب مع اقوى جيش في العالم. بعد كده بيروح ليونايدس لكهنه الالهه عشان يستشيرهم لانه هيخرج ويحارب، ودي من عادات مدينه سبارتا، ولما بيطلب منهم بيقول له الكاهن ايه المقابل، بيطلع ليونايدس شنطه فيها ذهب وبيديها لهم، وبيبدا ليونايدس يقول لهم على الخطه اللي هو هيعملها وانهم هيتجهوا ناحيه الشمال. بعدين بيقطعوا كلامه وبيقول له ان مش هينفع يدخلوا اي حرب دلوقتي غير بعد مهرجان كارنيا اللي هيتعمل قريب، وان مش هينفع جيوشنا تتحرك غير لما المهرجان يخلص، وكمان لو دخلت الحرب دي هتخسرها وهتبقى نهايه سبارتا. بس هو ما بيبقاش عنده ايمان بالالهه بتاعتهم وبيفضل يزعق فيهم ويقول لهم الالهه دي مش هتعمل لكم حاجه، وبعدين بيسيبهم ويمشي، ولما بيمشي بيطلعوا انهم كانوا متفقين يقولوا كده ويمنعوا ليونايدس انه يحارب بعد ما زيرجزيز اتفق معاهم انه يديهم ذهب كتير جدا. بعدين بيقرر ليونايدس انه يحارب، وتاني يوم بيجمع 300 محارب من جيشه عشان يجهزوا للحرب، وبشرط ان الجنود دول يكون عندهم اولاد يشيلوا اسمهم لو ماتوا. بعدين بيجي لهم المستشار مع الناس اللي في المجلس وبيقولوا له ان الالهه رفضت الحرب وان هو كده بيعصي اوامرهم، فبيقول لهم انه مش واخدهم يحاربوا ولا حاجه، دول 300 واحد بس يعني وباقي الجيش جوه، انا واخدهم بس نتمشى كده في الصحراء ناخد تان. وطبعا الكلام ده ما بيدخلش دماغهم وعارفين هو عاوز ايه بالظبط، بس ما بيقدروش انهم يمنعوه. بعد كده بيسيبهم ويمشي مع ال 300 محارب، وهم في طريقهم بيقابلوا جيش ناحيه الشمال، والجيش ده من مملكه اليونان، وبيبقى القائد لمم شويه ناس كده على الله حكايتهم يعني ما لهمش في حاجه، منهم اللي شغال سباك واللي نقاش، يعني ناس غلابه وعلى الله. وبيقول لهم قائدهم انه سمع انهم رايحين يحاربوا وانه عاوز يشارك معاهم هو وجيشه، وبيوافق ليونايدس وبيمشوا كلهم مع بعض. وفي نفس الوقت ده بيكون بيراقبهم شخص غريب كده، بعدين بيكملوا طريقهم وبيلاقوا في حريق كبير، وبيعرف ليونايدس ان الفرس هم اللي عملوا كده، وبيروح للطفل ده والوحيد اللي نجا من الحريقه اللي حصلت، وبيقول له الطفل انهم قتلوهم كلهم وحرقوا ارضهم من غير اي رحمه، وبيقول له كمان انهم على الشجره، وبيروحوا بيلاقوا كل اهل القريه ميتين ومتعلقين على شجره كبيره. بعد كده بيقول لهم يعملوا سور جنب الجبل عشان ما يبقاش قدام الفرس غير انهم لما يجوا يدخلوا في الممر الضيق ده. وبعدها بيوصلوا عند حدود اليونان وبيلاقوا سفن كتيره جدا في البحر، ودول يبقوا الفرس. وبعد شويه بيلاقوا مطر وعواصف شديده جدا بتؤدي لغرق سفن الفرس، وكل اللي على السفن دي بيموت، وبيفرح كل الجنود انهم غرقوا. بعدين بيعملوا سور بالصخور واجسام الفرس اللي غرقوا في البحر،
البحر. وبيجي لهم رسول تاني وبيطلب منهم يقابلوا القائد عشان عايز يتكلم معاهم، وبيفضل يهددهم انهم لو ما استسلموش هيموتوا في اخر النهار. فبيقوم يرد عليه واحد وبيقول له مين اللي ضحك عليك وقال لك ان الاسبرطه ممكن تستسلم. بيتعصب الرسول وبيبقى هيضربه بالكرباج اللي بيعذب بيه العبيد اللي عنده، بس بيهجم عليه محارب اسبرطه وبيقطع له ايده، وبيقول للمرسول ارجع للملك بتاعك وعرفه ان الاسبرطه عمرها ما هتبقى عبيد عند حد. بعد شويه بيظهر افيالدس اللي كان بيراقبهم وبيروح يتكلم مع ليونايدس، وبيقول له انه عاوز يحارب معاهم لانه من اصول الاسبرطه وان اهله رموه بسبب التشوه اللي في وشه وجسمه، بس ليونايدس بيرفض انه يروح يحارب معاهم. فبيقترح عليه انه حتى يساعدهم بالاكل والعلاج يعني اي حاجه، بس برضه بيرفض وبيقول له ان انت جسمك مش لائق للكلام ده والحرب دي عايزه واحد خفيف. وفي نفس الوقت بيحصل هزه قويه في الارض، فالقائد بيقول له هو ده زلزال صح؟ ليونايدس بيقول له لا ده مش زلزال، هو بيقول له انهم جنود الفرس وبيبقوا بيقربوا وداخلين عليهم، وبيقول لهم ليونايدس يستعدوا ويجهزوا لاول حرب ضد جيوش الفرس. وبيقفوا كلهم صفوف ورا بعض وال300 محارب بيقفوا ماسكين الدروع بتاعتهم وجنبها السيوف، وبيدخل الفرس وبيوقعوا اول صف لكن الباقي بيدافع كويس وبيفضلوا يقتلوا في عدد منهم لحد ما عددهم بيقل وبيقدروا انهم يخرجوا ويقتلوا الباقي وبيخلصوا عليهم. بعدين بيلاقوا ان سهوم كتير قوي بتغطي شكل السماء والشمس. الحقونا الحقونا اغثونا اغثونا. كل الجيش بيقعد على الارض وبيحطوا الدروع فوقهم عشان ما يجيش حاجه فيهم، وفجاه بيلاقوا واحد بيضحك. بيسالوه بتضحك على ايه؟ بيقول لهم احنا بنحارب في الضلمه، اللي هو مش شايف حاجه يعني من الشمس عشان السهوم غطت عليها. المهم السهوم كلها بتنزل والحمد لله ما حدش بيتصاب ولا بيحصل له حاجه. وبعد كده بيروح لهم الملك زرجزيس وبيقول ليونايدس انه معجب بشجاعته وبجيشه، بس الكلام ده مش قدامي، وبيقول له لو ما خضعتوش ليا هينهي مدينه سبارتا باللي فيها، وهيقطع لسان اي حد يقول اسم سبارتا او يقول ان ليونايدس ملكها. بعدين بيحط ايده عليه كده و كانك مش مظبوط يا بيعرض عليه يركع له وانه هيبقى ملك اليونان كلها وهيخليه يغزو اوروبا كمان، بس ليونايدس بيقول له انا لسه خارج من حرب مع جيشك والعضله شد عليا كده مش هقدر اركع لك دلوقتي. اجلد اجلد. بعدين بيقول له الملك استعد للموت، وبعد كده بيروح لرجالته اللي بنوا باقي السور من جثث الفرس وبيحفزهم وبيستعدوا عشان الحرب. وفي اخر النهار بيظهر جنود ودول بقى اللي بيرعبوا العالم كله، وبيبقى اسمهم الفرس السود او الخالدين، وبيبقى نصهم من البشر والنص التاني شياطين، وبيبدا بينهم الحرب وكله بيضرب في كله. وبيطلع ليونايدس هو وقائد جيش اليونان اللي كانوا متفقين يظهروا في وقت معين على ما الجيش بتاعهم يشتتهم، وبينزلوا ويقتلوا فيهم، وبيبقى جيش الفرس معاهم واحد ضخم جدا مربطين بسلاسل، واللي بيبقى عاوزهم يفكوه باي طريقه، ولما بيفكوه بيمشي في وسطهم كده وبيقول انه متعطش للدم، وبيزعل اي حد يجي في سكته حتى لو كان من الفرس، وبيكون واحد من الفرس هيقتل ديليوس بس بينكسه ليونايدس، وبيجي الراجل الضخم يقتل ليونايدس بس بيحاول ديليوس يقف قدامه، والراجل الضخم من قوته بيرزعه برجله ويطيره، وبيهجم على ليونايدس وبيفضل يتفادى ضرباته لحد ما بيضربه هو بالسيف في عينه، وبعدها بيقوم قاطع رقبته. بعدين القائد بيعرف ان الكلام ده مش واكل معاهم وبيقرر يدخل لهم حيوانات ضخمه، بس برضه ما بيفرقش معاهم الكلام ده وبيقتلوهم، حتى دخل لهم افيال وبرضه مش نافع معاهم، والملك بيبقى هيتجنن ومش عارف يعمل معاهم ايه. وفي الوقت ده بيظهر واحد من الفرس وبيقطع راس استينوس قدام عين ابوه، واللي بيفقد عقله اول ما بيشوف راس ابنه بتتقطع قدامه، وبيروح يقتل فيهم زي المجنون. وبيفضل يصرخ بعد ما راح وشاف جثه ابنه، وبيروح الراجل الاحدب ده للملك وبيكشف له على سر ليونايدس وبيقول له على سور اللي سبارتا عملوه، بعد ما ليونايدس رفض انه ينضم ليهم وقال له ان جسمه تقيل وما ينفعش للحرب. بعدين بنروح للملكه جورجو اللي بتبقى بتحاول انها تبعت دعم ليونايدس، وبيقول لها الراجل الكباره ده انها لازم تكسب المستشار في صفها، وبتروح وتلعب عليه لعبه بس ما بتدخلش عليه، وتاني يوم بتعمل مجلس وبتقول لهم ان لازم باقي الجيش يروح يدعم ال 300 محارب اللي بيحاربوا الفرس، لكن بيطلع المستشار وبيفضحها قدام المدينه وبيقول انها عرضت نفسها عليه امبارح، وبتتعصب الملكه وبتاخد سيف من الحرس وبتقتله، وبيقع من المستشار كيس مليان ذهب عليه رسمه الملك زرجزيس، وبيعرفوا اهل المدينه ان المستشار خاين. بعدين بنرجع للحرب، وبيروح قائد اليونانيين لليونايدس وبيقول له ان في حد قال للملك على سر السور وانه لازم ينسحب هو كمان لان الفرس راحوا هناك وقتلوا كل الجنود اللي فيه. بيقول له الاسبرطه ما يعرفوش يعني انسحاب ولا استسلام، عايز تمشي انت اتكل على الله، وبيسيبه ويخلع قائد اليونانيين. بعدين بيروح الملك يقول لديليوس انت مش هينفع تكمل الحرب وانت عينك راحت، وانت الوحيد اللي ينفع تمسك الحكم في المملكه بعدي، وروح واحكي للمدينه عن قصه ال 300 محارب اللي ضحوا بحياتهم عشان تفضل الارض ويعيش شعبها اللي عمره ما يركع لحد، وبيدي له السلسله بتاعت جورجو عشان يرجعها لها وبياخدها ويمشي. وبيخرج ليونايدس ويقول لجيشه عاوزكم تاكلوا كويس عشان العشاء النهارده هيكون في المقابر، وبيروح ويقف قصاد بعض وبيكون الملك قاعد على العرش، وبيقول له المرسول ان برغم كل اللي انت عملته وبرغم عنادك الملك لسه عند كلام
قدامه وهيخليك تحكم اليونان كلها، وكمان هيسامحك بمجرد انك تركع على ركبك قدامه. انت ازاي مش موافق لمجرد انك تحمي ارض سبارتا؟ ده انت هتبقى اغنى واقوى رجل في العالم. بيفضل يبص له كده وبيخرج الراجل الاحدب ده ويقول له اسمع كلامه واركع له، فكر في نفسك، بلاش نفسك، فكر في رجالتك اللي هتموت. بيفضل برضه يبص له بطريقه عميقه كده، وبعد شويه تفكير ليونايدس بيقلع خوسته وبيرميها على الارض، وبيبص له الملك كده بصت اللي هو وبعدين بيبص للراجل الاحدب ده وبيقول له افرح انت هتعيش، وبيقول له المرسول ارمي رمحك، وبيرميه وبيركع وبيوطي على الارض وبيفضل يفتكر مراته وابنه، وبيقوم الملك ويتعنطس كده عشان فاكر انه بقى اله، وفجاه بينادي على ستيليوس بصوت عالي وبيخرج ويقتل المرسول اللي واقف قدامه، وبيخرجوا ال 300 محارب اللي كانوا مستخبين ورا الدروع، وبيقوم بسرعه جدا ليونايدس وبيرمي الرمح على الملك وبيعوره في وشه، وبيكون ليونايدس قلع الخوذه عشان يشوف الملك كويس، وبيكون برضه رمى الدرع عشان كان متقله وما كانش هيعرف يحدف الرمح، وبيثبت للملك انه ولا اله ولا ليه عايزه اصلا، وبيقع على الارض بعد ما بينضرب بسهمين في جسمه، وبيقول له ستيليوس انه من الشرف ليه انه يموت جنبه، وبيكون بيموت وهو بينادي على جورج وابنه، وفجاه السماء كلها بتضلم من السهوم اللي نازله عليه، وبيروح ديليوس سبارتا وبيدي لجورج السلسله بتاعتها، واللي بتفهم ان ليونايدس خلاص مات، وبيحكي لكل شعب سبارتا على اللي حصل وانتصار ال 300 محارب، وسموها انتصار عشان ليونايدس قال له كده، وبيقول لهم ان ليونايدس عينه قبل ما يموت يبقى قائد، وانه هيحاربهم برضه عشان يرجع حق الملك ليونايدس. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيلم، واستنوا افلام تانية في السهره.